السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في العاده، ويجيكم ان شاء الله هذا الفيديو احسن الاحوال. البنات عرفتوا ما عرفات كنتوا مهنيزات اختي وتبغي الرخاء، فانا نبغي الرخاء انا وحده منكم. عرفتوا هذا النهار بسكاسه هنايا في هذه البليصه هذه، هو يقول لي راسي نوضي يا دنيا وديري البنات شي تخفيض. وهذا المهمة البنات، بالنسبة لهذا الشاري وهذا اللي راه هنايا راه فيه كسيوات، وغادي ندير لكم ان شاء الله فيهم واحد البرومو اللي زوينه بزاف. البنات اللي دخلوا معايا جداد مرحبا بكم. بالنسبة للقناة ديالي قناة متنوعة، نعرفكم عليها قناة متنوعة، كندير اختي الفلوج، كندير لا بوبليسيتي، كندير الاشهار بروحي. مرحبا بكم البنات. المهم اللي بغيت نقول لكم، هودوا بعدا خلي واحد جيم وخلي واحد تعليق زوين وبارطاجيو الفيديو. وبغيت نقول لكم حاجه اخرى، الناس اللي ما عارفينش انا فين كاينه بالضبط، انا كاينه في قصريه بنتاج تزاوج. المهم البنات، بالنسبه للرقم ديال المحل ديالي هو C31. مرحبا بكم، وراني دايره واحد الفيديو شورت فيه لوكاليزاسيون فين بالضبط. بالنسبة للناس اللي كيجيو عندي وكيدخلوا مع باب الباب اللي فيها البيفان اللي انفصل الباب سيدي عبد الوهاب، هذيك البنات كيدخلوا من تما راكو كتلفوا. انا درت لكم لوكاليزاسيون مع الجهة الاخرى الظهر ديالها فين كاين صحاب الجير، الطريق ديال سينما مصر القديمة. انا كاينة تمايا عند هذيك الباب اللي فين كطلعوا للشاب ان، كاينة شاب انكار كطلعوا مع دوك الدروج. مرحبا. المهم البنات، غادي نبداو لكم بالبرومو اختي، نبداو لكم باللباسات. بالنسبه لهاد اللباسات اللي كان ليهم واحد الاقبال وبزاف ديال الناس داوهم عليا، والثوب ديالهم زوين ومبرد، راه فيهم 4 ديال اللوينات، ها انتو 3 ربي الرابع تباع، فيهم الكحل وفيهم الابيض وفيهم الغوز. بالنسبه لهادو واللباسات الاخرين الثمن ديالهم شحال غادي يبقى؟ شحال اختي غادي يبقى الثمن ديالهم؟ 129 درهم. هنا اختي برومو ديال الهبال، غادي نزيد نوريكم واحد لونسون. هنا اختي التوب ديالو، هو يهضر على راسو. شتو التوب ديالو؟ روح اختي وتلمسي وتعرفي التوب، التوب ديالو فن والثمن ديالو رائع. كل دايره لواحد الثمن، ودرك اللي دايره فيه واحد البرومو، صراحه واحد البرومو اللي زوينه وما تلقاوهاش في هذا التوب. هذا راني دايره له 169 درهم. هذا راه بيه بالسروال ديالو. عاجه اختي نوريك عاود ثاني واحد البرومو اخر. هذا اختي، هذا اختي، هاد العباءه، هاد العباءه في النواق، وكاين اللي يستغلها حتى لباس. صراحه جايه اللبسه ديالها زوينه فاش تلبسيها، واعره وكلوش. بالنسبه لهذا البنات الثمن ديالها شحال راه يا اختي؟ شحال راه الثمن ديالها؟ تخيلوا هذه، هذه راني دايره لها واحد الثمن اللي رائع. نقول لكم 129 درهم حتى هي. ها انتم شوفوا هنايا في اللبسه في الظهر كي جايه. انا نوريكم عاود ثاني واحد لونسون. هذا اختي هذا لونسون، صراحه اللبسه ديالو زوينه وبقى غير هذا. شفتوا هذا لونسون بقى غير هذا الفيغ او، هانتوما هذا كيتلبس. تقدري هذا، انا باش عجبني هذا تقدري تلبسي الكيمونو ديالو بوحدو مع هكا شي سروال وشي بول، وتقدري تلبسي هكا مع السروال ديالو، ونفس الشيء السروال تقدري السروال عاود تستغليه مع شي شوميز. بالنسبه للثمن ديالو هذا البنات غادي يبقى لكم 199 درهم. هانا اختي عاود ثاني على سولدو لا مود. شوفوا البنات عاود هاد القميجه هادي اللي حتى هي تبارك الله داوها عليا منايا البنات، ما شاء الله كتجي زوينه في اللبسه ديالها. ها نتوما فيها هاد الدونتيل هنايا، كاين اللي راهم دخلوا جداد معنا في القناه
يعني ما شافوهاش ديجا في لي فيديو اللي قدام، كتمشى مع هاد السميطه هادي هانتوما، وشوفوا هنايا في اليدين كي كتجي. بالنسبه لهادي البنات هادي تبقى لكم 149 درهم، 149 درهم. انا غادي نوريكم عاود ثاني البنات هاد القمايج هادو اللي حتى هما مابقاتش كونتيتي كبيره، هادشي اللي كنوريكم البنات باقي منهم كونتيتي قليله بزاف، يعني بالغ من ما يسال. وهذا العرض هذا غادي يكون فيه شحال مصطفى؟ غادي يكون في هذا العرض السبت والحد. السبت والحد هانتوما هاد القمايج هادو لولا اللبسه ديالهم كتجي فنه فنه فنه، غرون تاي صحابات الغرون تاي. بالنسبه لهادو غرون تاي اللي تلبس الغرون تاي راهم يجيها. بالنسبه للثمن ديالهم هادو غادي يبقاو لكم 149 درهم. وكاين يا اختي المفاجاه ديال الحلقه هي هادي، هاد القمايج هادو عندكم هادو طوال، وعندكم هاد الموديل هادو اللي جايين ما قصار ما طوال، كيجيو هنا يعني عند هاودين على السلطه هكا. وكاين هادو وكاين هادو شحال غادي يبقاو هادو؟ هادو كاملين، هادو ماشي يعني كاملين، هادي باللوينه ديالها وهادي بلي طاي ديالها وهادي باللون ديالها الاخر وهادي عاود بلي طاي ديالها. هادو اختي يبقاو لكم شحال؟ خليوهم لهم 90 درهم. 90 درهم البنات، 90 درهم. مرحبا بكم. انا غادي نوريكم واحد الكنيدرات كانوا ديجا عندي مشاو بيهم حتى هما بقاو منهم واحد الكونتيتي اللي قليله. هادو البنات هادو اللي جايين بلا مونش ديالهم وجايين بالحزام، بغيتي ديري الحزام ديريه، بغيتي ما ديريش ما ديريش. وبالنسبه لهادو البنات هادو بالنسبه حتى لهاد الوقيته هكا ديال الاراسات، يعني بحال تبغي تدوري بها هكا في الدار، ولا الا بغيتي كيما نقولوا تلبسي هكا في الوقيته ديال من يكونوا جايبين الدفوع، ولا صراحه زوين هذا البنات. بالنسبه لهذا شوفوا معايا هذا وهذا تاع الخلاله، تاع هادو بقات بيهم حاجه قليله، وهذا بالنسبه للثمن ديال هادو. هادو البنات كاملين هاد الموديلات غادي يبقاو لكم 149 درهم. اختي بالك بما يسال، راه العرض فيه يومين، فيه السبت والحد ان شاء الله. والحاجه الزوينه 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 نوريها لكم هاد الجليبات هادو، هاد الجليبات فيهم واحد البرومو اللي خطيره. تخيلوا هادو شحال غادي يبقى. هادو قولي فيها ثلاثة ديال اللوينات هادو. بالنسبة لهادو غادي يبقاو لكم شحال قلنا؟ 219 درهم. تيروح اسيدي لاسيدي 219 درهم. بقاو فيها، انا نوريكم اللوينات اللي بقاو فيها. بقات فيها هاكا هاد البلوجين بالغوز، وهاكا جاية بلوجين بالزرق، وبقات فيها هادي جايه داخل فيها هاد المود. هانتو ايوا هادو 219 درهم. ها كيزيدي لكم حتى هذا. هاديك شحال غادي تبقى؟ شحال غادي تبقى هادي؟ ديري اللي بغيتي مع التبيعات ديالك. هلا برومو تاع الويكاند. ديرو كيما مداري من تجيو عندي تشريو. برومو تاع الويكاند. هادي يا البنات غادي ندير لكم بها شي ثمن ما طايرش. هادي غادي تبقى لكم، تبقات فيها هاد الوحيده غادي تبقى لكم هادي 149 درهم. خليوها بهاد الثمن ان شاء الله. شحال ما سمعتش؟ لا ما قلناش. هاك يا سيدي يا الله يا سيدي. ما قلنا والو. هاك يا سيدي. ها نخت حتى هادو بالنسبة
بالنسبه لهادو بقاو فيهم ثلاثه ديال الدوينات. هادو حتى هما غادي يدير لكم فيهم شي ثمن شي ثمن يا بنتي. هادو غادي يبقاو 179 درهم 179 درهم. راه غير تجيو عندكم اختي بقاش بقاو فيها غير هادو البنات. هاد الشارلي بصح هادو اللي مزوقين حتى هادو غادي يكون فيهم واحد التخفيض زوين. الثمن ديالهم 99 درهم. بالنسبه لهادو البنات هادو راه كاين واحد اللوينات كيجيو حتى مع هاد القمايج هادو اللي توليتهم لكم. اللي كانت باغيه هكا تمري شي حاجه مرحبا بها. بالنسبه للسراول ديال الجين حتى هما غادي نخليهم لكم. عندي سليم وعندي البوي فراند. عندي سليم اللي فيه الصداف وسليم في نوار غري وعندي البوي فراند. بالنسبه لهادو غادي يبقاو لكم 100 درهم كاملين. مهم البنات ايوا مهم صحاب الكلاسيك نسيتيهم حتى هما الا غادي حتى هما سيدي يلا هاكي يستاهلوا سيدي عطيهم هاكي. هلو هانا اختي هانا هلو البنات. بالنسبه لهادو شتي هادو التوب ديالهم راهم داوهم ليا. التوب ديالهم رائع التوب ديالهم زوين. راه كاين البلو مارين باقي الماغون هو الماغون باقي الماغون وباقي النوار حتى هذا ما ديروش هذاك ما داخلش والله اسيدي ما نقبعو لهم يلا ها هو سيدي. بالنسبه لهذا هذا إلاستيك البنات. هذا ماشي بحال ماشي بحال هادو. هذا إلاستيك هذا النوار هذا هذا إلاستيك كاليتي كده فوال كاليتي ديالو واعره اختي. نشوفوا شحال غادي يخلي لنا. وقلنا سي مصطفى شحال يخلي لنا هذا المبروك هذا شفنا شي ثمن لي زوين ديروا بحال الجين تاعهم بحال الجين تاعهم 100 درهم راسك اخويا 100 درهم. المهم 100 درهم هادو تاع التوب هانا اختي صح 100 درهم السبت السبت والحد يعني لا فتي السبت والحد ما تشي عقل عليكم المهم البنات كما راكم تشوفوا صراحه حويجات لي زوينين وفكرت فيكم بما انكم كتبغوا الهميزات قلت علاش ما ندير لكمش واحد المفاجاه ونديرها لكم هكا نشوف مره هكا نديرو تخفيض في شي حويجات. ومرحبا بكم وراكو عارفين البنات اللي كيتعاملوا معايا وكيجيو هنا كيشريو عليا راهم شافوا التعامل ديالي كي داير حالتي. غادي يكون فيه واحد الثمن هذا واحد الثمن مفاجاه الثمن هذا 3 بياس باش يعرفوا 3 بياس هذا السروال ديالكم غادي يكون واحد الثمن واعر. هذا خلي لكم مفاجاه الثمن حتى تجيو ديالها مرحبا. المهم اختي هذا والله بحالي بحالكم راكم تشوفوا راني نهضر معاكم حتى جاب لي الماركة. انا تسوما قال لكم هذا غادي ندير لكم فيه شي ثمن اللي ما كاينش. البنات اش غادي نقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في شي فيديو جديد وعلاش لا يكون هكا شي تخفيض اخر. ومرحبا بكم وكما كنت كنقول لكم راه تلفني كنت كنقول لكم البنات اللي كيجيو يشريو عليا راهم شافوني انا واخا الثمن كنذكر لكم هنايا في الفيديو في ماشي ديال البرومو لي فيديو اللي كنحط لكم فيهم الاثمنه يعني من كتجي السلعه واخا هكاك فاش كيجيو عندي الميمات وكيجيو عندي الاخوات خواتاتي فاش كيجيو يشريو عليا والله ما كنخسر لهم خاطرهم وراهم شافوني هما غادي يحكموا في التعاليق اللي خداو عليا. دخل اختي دخل اختي الشهدي بشهادة حق يلا تهلاو في راسكم وتلقاو فيديو جديد. باي باي.